وأيضا من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أن تعرف أن أذية الناس لك لو حد أذاك، وده طبيعي برضو في الحياة، أنك أنت ستجد إذاء من أقارب، من أرحام، من زوجة، من ولد، من صديق، من صاحب، من ناس، فتعلم أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة، لو حد تحدث عنك بقول سيء، أن هذا الأمر لا يضرك بل يضرهم، إلا إن انشغلت نفسك في الاهتمام بها. هو اصلا ده هو لما بيتكلم عنك بكلام سيء، ده هو اصلا بيعطيك من رصيد حسناته، بيعطيك انت ايه، بيعطيك حسنات. وفي حاجه اسمها القصاص العادل في يوم القيامه، وانتم عارفين حديث الايه، المفلس ياتي، واحد ياتي يوم القيامه بصرار وصيام وزكاه وصدقه وصلاه تراويح وصلاه فجر، بس المصيبه عنده ان هو ياتي وقد شتم هذا واكل مال هذا وسال، وبعدين ياخذ هذا من حسناته. الناس الذين تكلم في حقهم ياخذون من حسناته، ياخذون من حسناته، فان فنيت حسناته أخذ هو من سيئاتهم، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في الايه، ثم طرح في النار. فيعلم الإنسان العاقل، يعني يعلم أن أذية الناس له وخصوصا الأقوال السيئة لا تضر بل تضرهم، إلا إن أشغل نفسه في الاهتمام بها.